رجعنا مرة تانية مشاهدينا، هنبدأ مع بعض يومنا النهاردة بفقرة الصحافة، هنعرف من خلالها أهم المنشطات والأخبار الموجودة في كل الجرائد. يكون منورين النهاردة في الاستوديو الأستاذ عادل السنهوري، وهو مدير التحرير العام بجريدة اليوم السابع. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح النور يا أستاذ عادل. أهلا بيك. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. طول ما أنتوا تمام. طبعا أحداث متألقة وساخنة طول الوقت وطول الفترة اللي فاتت. هنبدأ مع بعض بالأخبار الموجودة معانا في الجرائد وبعدين نرجع نستصفر نفتح. معانا في اليوم السابع اول خبر، الاحزاب تهدد بمقاطعه الانتخابات. المصري اليوم، اتجاه لاصدار اعلان دستوري مكمل واجراءات الانتخابات الرئاسيه اثناء وضع الدستور ودعوه المواطنين للانتخابات البرلمانيه خلال ايام. اما الشروق، سائقوا النقل العام مضربون حتى تحقيق مطالبنا. اليوم السابع، وزير التعليم، الحكومه وافقت على مطالب المعلمين. المصري اليوم، القوى السياسية تحشد لمليونية استرداد الثورة. أما الشروق اليوم، نظر رد قاضي مبارك. الأخبار بالأسماء، السجناء المصريون في معتقلات إسرائيل. الشروق، أمريكا تتحرك للضغط على مصر بسلاح المعونة. آخر خبر معانا مشاهدينا هو الأهرام و300 مليون جنيه غرامة لجرائم الاحتكار. استاذ عادل، اول خبر معانا، وقبل ما نبدا بس الاخبار دي كلها، بالنسبه للانفجار اللي حصل امبارح في العريش، امبارح بالليل متاخر جدا في العريش، هل في اي معلومات او مصادر قالت اي حاجه او اي اراء عن الموضوع؟ هو لسه حتى الان ما فيش اي ردود افعال، لانه الخبر بالفعل كان متاخر جدا، ولكن حادثه دي يعني اعتقد هي السادسه او السابعه مره اللي يحصل فيها الانفجار في الخط الغاز. اعتقد يعني المساله محتاجه بالفعل وقفه حاسمه وحازمه لتامين الخط، لانه مش معقول يتكرر نفس التفجير في نفس الخط، سواء الخط المتجه لاسرائيل او الخط المتجه للاردن او الخط العربي. اعتقد المساله محتاجه بالفعل لوقفه، لانه يعني يبدو ان هناك في ايادي خفيه او عناصر من مصلحتها مساله التصعيد وتسخين الاوضاع في سيناء لعدم الاستقرار، لإحداث حالة عدم الاستقرار واستغلال مسألة خط الغاز، وخاصة أنه إذا احنا بصينا للصورة بشكل أوسع في أنه ده بتزامن مع التصعيد الإسرائيلي لكل شوية، مسألة وضع حشود إسرائيلية على الحدود مع مصر بسبب مسألة أنه الحدود غير مستقرة وهو الآخر يعني. فأنا أعتقد مسألة محتاجة بالفعل، إذا كانت الفترة اللي فاتت أنه الجيش بالفعل مع المصريين البدو في سيناء استطاع انه على بنسبه كبيره جدا انه يعمل عمليه انضباط للاحداث في سيناء والقبض على بعض العناصر وايضا برضه مسلحين مجهولين لحد دلوقتي بالظبط. فهي المساله محتاجه بالفعل يعني ان جميع الاطراف تتعاون ما فيها القوات المسلحه او البدو في سيناء لمساله تامين خط الغاز. هو طبعا خط طويل جدا، بالرغم من كده يا استاذ عادل معلش بدون قطع كلامك، هو طول الوقت بيقولوا انه احنا مش محتاجين او ان احنا عندنا امن موجود في سيناء وامن موجود في المنطقه هناك. يعني بالرغم من الكلام ده بيحصل برضه للمره السادسه او السابعه برضه انفجار في المنطقه، فده بيدل على ايه؟ لا، بدل انه بالفعل يعني في يعني هناك عناصر ما زالت موجوده. الطبيعه الجغرافيه لسيناء برضو ما تقدريش ان انت تسيطري على الامن بشكل كبير او بشكل تام، فبالتالي ما زالت هناك عناصر سواء داخليه او سواء خارجيه استطاعت انها تنفذ الى او تتسلل الى سيناء، انها مصلحتها انها بالفعل تحدث قلاقل، وبالتالي اسهل هدف اعتقد الواضح دلوقتي انه هدف تفجير خط الغاز، لان دي مش المره الاولى او دي المره السابعه تقريبا حتى الان يعني. فاحنا يعني منتظرين طبعا مزيد معلومات لما نشوف، بس اعتقد هي نفس الحادثه اللي اتكررت قبل كده في الشهور اللي فاتت، ابتداء من كان شهر اظن 2 كانت اول تفجير. فانا اعتقد مساله محتاجه بالفعل يا اما الاتفاق مع شركات خاصه، يا اما الاتفاق مع القوات الامن او البدو هناك لتامين هذا الخط، لانه واضح ان هو اصبح نقطه ضعف واضحه يعني جدا في مساله الامن في سيناء. انه اذا كان بيدل على شيء الموقف ده، فهو بيدل ان الموضوع ما مش هيقف لحد كده، لان دي المره السابعه او السادسه، فاحنا لسه قدام مرات اخرى. خلينا نروح للاخبار بتاعتنا، واليوم السابع بتقول انه الاحزاب بتهدد بمقاطعه الانتخابات. هو طبعا يعني المساله احنا بعد الصدور التعديلات اللي تم الموقف فيها على نسبه التلت والتلتين، التلتين للقائمه النسبيه والتلت للمستقلين، يعني اعتقد انه كانت هناك ردود افعال متباينه جدا من تجاه الوضع الجديد. يعني انا اعتقد هي المساله
يعني كان محتاجه وضوح اكتر. هو يعني المجمل 498 هو اظن هيتخفض عدد من المقاعد سواء في مجلس الشعب او في مجلس الشورى. بس المساله انا كان وجهه نظري هي المساله كان بعد الاجتماع مع الفريق سمع عنان القوى السياسيه والاحزاب كان المفروض يتم الاعلان وبشفافيه عن ما تم الاتفاق عليه، لان احنا بعد ما تم الاجتماع ما كانش حد عارف ايه اللي حصل، ثم فوجئنا بعد ذلك بالصدور الاعلان عن ان المساله سوف تقرر نسبه تلتين للقائمه النسبيه في الانتخابات القادمه والتلت للمستقلين، ثم بعد ذلك فوجئنا ان حتى في مساله التلت كان هناك ثغره او عوار قانوني فيها، وهو انه لا يسمح للي هترشح بالمستقلين بانه لا ينضم للحزب السياسي بعد الانتخابات او لا يكون عضو في حزب السياسي، فانه ده برضو بيخالف مواد الدستور. فانا اعتقد المساله كان محتاجه حوار اكتر حوالين اتفاق قبل القرار الاتفاق على اللي هو الانتخابات نظام الانتخابات القادم، وكمان هناك لسه في مساله خلاف على الدوائر. فهي المساله كانت محتاجه حوار اكتر وشفافيه ووضوح اكتر. المساله احنا يعني مش داخلين في مواجهه، يعني في النهايه دلوقتي احنا ماذا يطلبه الشعب، ثم على الجهه التي تدير امور البلاد الان اللي هي تنفذ هذا. ولكن المساله مش مساله ضغط ومين يحق مكاسب اكتر، المساله احنا دلوقتي احنا ننظر لمصلحه وطن، لانه هذا البرلمان القادم هو انا بعتبره برضه فتره انتقاليه للمستقبل، يعني هو اللي هيقود المستقبل الوطن في المرحله القادمه. فانا اعتقد يعني كان محتاجين حوار أكتر، مسألة وضوح وشفافية أكتر، تنفيذ هذا المطالب بما لا يخالف الدستور. ولكن يعني يبدو أنه في خلل، في حلقة ناقصة في هذا الموضوع. متوقع في الوقت الحالي أنه لسه الدنيا برضو ما يعني زي ما بيقولوا ما تزبطتش كل المقاعد بالتأكيد، لأنه حتى مسألة مش كل الأحزاب، يعني حتى داخل الأحزاب في تباين في المواقف. يعني حتى الآن أنه بكره لسه في التحالف الديمقراطي اللي بيضم اكتر من 30 حزب هيناقش الموضوع، الجماعه الاسلاميه اعلنت مشاركتها وموافقتها، الاخوان بيدرسوا، يعني حتى المساله فيها تباين في الاحزاب، يعني انه واضح انه في دليل انه في عدم وضوح. قالوا دولة مدنية بمرجعية إسلامية. يعني حتى في عدم وضوح في المسألة. أعتقد محتاجة خلال اليومين القادمين إنه المفروض إنه هيطلع مرسوم بدعوة المواطنين للانتخابات. أنا أعتقد إنه يجب علاج هذه الثغرة حتى تتم تصعيد الأمور. يعني أعتقد مسألة يعني فاقت تجاوزت فاقت الحدود في مساله التصعيد، لانه احنا فعلا محتاجين دلوقتي الى حوار اكتر، الى شفافيه ووضوح اكتر عشان نعبر هذه المرحله. لان المهم الان ان احنا نعبر هذه المرحله بتحديد مواعيد نهائيه للانتخابات، تحديد موعد نهائي لمساله تسليم السلطه الى سلطه مدنيه. فاعتقد هو ما يهمنا الان ان احنا نعبر هذه المرحله. نعتقد ان احنا 8 شهور حتى الآن أعتقد مسألة محتاجة بالفعل يعني تعامل مختلف أو طريقة تفكير مختلفة مع المأزق السياسي.